السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح ناخذ التغذية في مرحلة اليافعين، التربية المهنية للصف السابع. كلياتنا بنعرف انه في المرحلة الأولى من عمر الإنسان بيعتمد اعتماد كلي في غذائه على والديه، وبيكون في غذاء مخصص لهذا العمر أو لعمر معين حتى يساعد في نمو وبناء الجسم بشكل صحي. اليوم رح نحكي عن التغذية في مرحلة اليافعين. هون يجب انه يتناول الغذاء الصحي المتوازن لبناء جسم سليم خالي من الامراض. في هاي المرحلة بيعتمد الانسان على نفسه وحسب مقدار حاجته للغذاء وانواعه. رح نحكي اولا عن اهمية التغذية في مرحلة اليافعين. طبعا جسم الانسان اليافع بيحتاج الى غذاء صحي متوازن للقيام بوظائفه الحيوية، وهنا بتكمن حاجة الإنسان الجسم للغذاء في مقدار غذائه على تزويد الجسم بالبروتينات والكربوهيدرات والأملاح. وهلا كمان شوي رح نحكي عن هذه العناصر الغذائية، طبعا كلياتها مهمة لبناء الجسم ونموه وإمداده بالطاقة وطبعا الوقاية من الأمراض. في الشكل المجاور هنا ببين لنا غذاء متوازن صحي. هلأ بدنا نشرح أو إيش يعني غذاء صحي متوازن. طبعاً هو مهم لصحة الجسم والغذاء الصحي في مرحلة اليافعين. هلأ إيش هو هذا الغذاء؟ هو غذاء بيحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم من مجموعات الغذائية المتنوعة مع التقيد طبعاً بالنسب المقررة اللي بينصح فيها أخصائي التغذية حتى لتيسير تخطيط وجبة غذائية. طبعا هنا رح نشوف مجموعات غذائية، وفي كمان رح نحكي عن العناصر الغذائية. خلينا نحكي عن المجموعات الغذائية. ايش يعني مجموعات غذائية وايش انواعها؟ مجموعات غذائية هي تتكون من دهون وزيوت، حبوب والخبز، الحليب ومشتقاته، اللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والبيض. اما العناصر الغذائية طبعا الماء، الكربوهيدرات، البروتينات، الزيوت والدهون، الفيتامينات، الأملاح المعدنية. هذول المخططين بيوضحوا العناصر الغذائية. هلأ بدنا نعرف من وين المصادر الغذائية لبعض هاي العناصر. خلينا نشوف مثلا الماء وين بيكون. مثلا الماء، كمية الماء اللي لازم نشربها يوميا من 8 إلى 6 أكواب نشرب ماء يوميا. الكربوهيدرات بتكون بالحبوب والفواكه والحليب ومشتقاته. البروتينات اللي هي مثل ما بنعرف موجودة باللحوم والبقوليات والألبان والبيض. الدهون طبعا معروف انه في باللحوم نسبة دهون كبيرة، والزيوت النباتية بتوفر لنا العنصر الغذائي هاد. الفيتامين ألف، منتجات الألبان، البيض، الكبد، اللحوم والأسماك والجزر والخضروات الورقية الداكنة والبروكلي. فيتامين دال اللي هو المصدر الرئيسي حتى ناخذ الفيتامين دال هو التعرض لأشعة الشمس، كمان موجود في الأسماك والحليب ومشتقاته وصفار البيض والفطر. فيتامين جيم اللي هو فيتامين سي المعروف موجود عنه، الموجود بالحمضيات والجوافة والخضروات الورقية والبندورة والبطاطا. فيتامين بي 12 اللي هو فيتامين بي 12، اللحوم الحمراء، موجود باللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والحليب ومشتقاته والبيض، وهو يوجد أيضا في المنتجات الحيوية الحيوانية ولا يوجد في المنتجات النباتية. فيتامين بي 12 بيكون موجود فقط في المنتجات الحيوانية. الحديد، اللحوم الحمراء، معروف الحديد موجود وين؟ في باللحوم الحمراء، الدواجن، البيض والبقوليات والخضروات الورقية. اليود، عنصر اليود موجود في المأكولات البحرية والملح والمضاف الملح المضاف إليه اليود، كما يوجد في الحليب ومشتقاته. الكالسيوم موجود في الحليب ومشتقاته، السردين، الخضروات الورقية والفواكه المجففة. طبعا نعرف هلأ فيهم معلومة بتحكي عن الوجبات السريعة غير صحية. ليش؟ هي غالبا ما بيكون فيها ألياف، بتكون غنية بالدهون وبتكون والمواد الكربوهيدراتية، وطبعا بتفتقر إلى الكثير من العناصر الغذائية المهمة الضرورية وخصوصا الألياف.
طبعا لهيك لازم ننوع في الغذاء، يعني ما نعتمد في يومنا على غذاء واحد فقط، لازم نشكل بأنواع الأطعمة حتى نستفيد منها. مشكلات التغذية في مرحلة اليافعين، طبعا في مشكلات بتواجهها بهاي المرحلة. أولها السمنة، السمنة هي تعرف بأنها تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون بيؤدي إلى زيادة في الوزن وبيلحق الضرر أكيد في الصحة، وتزداد هاي نسبة ظهور السمنة في مرحلة اليافعين نتيجة طبعا مبالغة في تناول الأطعمة أو تناول الطعام، وخاصة المليء بالدهون اللي هو قبل شوي حكينا عنه، الفاست فود أو الوجبات السريعة، قلة ممارسة الرياضة لدى بعض اليافعين، مما يؤدي إلى الشعور بالإحباط وعدم الثقة بالنفس. طبعا لما الإنسان يزيد وزنه بهذا السن بيصير عنده إحباط وبيشعر بعدم الثقة بالنفس. حتى نقدر نتغلب على هاي المشكلة لازم نتبع إرشادات، أولها ممارسة الرياضة، اثنين الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالألياف، ثلاث الاعتدال في تناول الغذاء، أربعة الابتعاد عن الوجبات السريعة وتجنب الاكثار من الدهون والحلويات، خامسا مراجعة الطبيب المتخصص إذا لزم الأمر. كمان عكس السمنة في عنا فقدان الشهية للطعام، هي حالة من نقص الشهية الحاد أو رفض تناول الطعام لفترة طويلة، يعني هي حالة نفسية وجسمية تلاحظ بين اليافعات والإناث والشابات الصغيرات بصورة خاصة. يؤدي هذا الإعراض عن تناول الطعام، الإعراض هذا اللي عن تناول الطعام نقص شديد في الوزن، وهزال يصاحبه واستمرار شعور اليافعة إنها بتزيد، إنها ما تزال بدينة، فتصاب كثير من المشكلات الصحية. أنيميا، نقص الحديد، كتير في أطعمة فيها حديد لكن إحنا ما بنستفيد. ليش؟ لأنه في مسببات إنه ما بنقدر نستفيد، لأنه إحنا عم نشرب أشياء بتأثر في امتصاص الحديد. هلأ مثلا تناول المفرط للمشروبات اللي بتحتوي على مادة الكافيين اللي هي القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، الشوكولاتة، هدول المشروبات أو المأكولات إذا أخذناهم بعد الأكل بيأثر في امتصاص الحديد وما بنقدر نستفيد منهم. رابعا نصائح وإرشادات في تغذية اليافعين، طبعا واحد تناول غذاء مناسب يحتوي على كميات مناسبة من المجموعات الغذائية المتنوعة، اثنين غسل الخضروات والفواكه بالماء الجيدا والتأكد من نظافتها قبل تناولها، عدم تناول الأطعمة المكشوفة التي تشترى من الباعة المتجولين، ممارسة الرياضة البدنية، التقليل من تناول الأغذية الغنية بالسكريات والدهون كالوجبات السريعة والحلويات، تناول الوجبات الرئيسية الثلاث والتأكيد أهمية تناول وجبة الفطور صباحا، شرب الماء النقي بكميات كافية. هاي هي نصائح وإرشادات في التغذية. لهون يا سابع بيخلص درسنا، بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الدرس، ونلقاكم على خير بإذن الله.